تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الذي نستهله بالعناوين. رغم أحداث مراكز جديدة، نسق بطيء لعملية التلقيح ونقص أسرة الإنعاش والأكسجين إشكالية تزيد الوضع الوبائي تعقيدا. توقع اتفاقية إطارية بين الحكومة واتحاد الفلاحين لإصلاح القطاع الفلاحي بعد تشخيص صعوباته وإيجاد حلول لتجاوزها. الخطوط التونسية تنطلق في عملية صيانة وتجهيز أسطولها من الطائرات استعدادا للموسم السياحي وتأمين عودة التونسيين بالخارج. أعطيت أمس الجمعة إشارة انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح كبار السن ضد فيروس كورونا. الانطلاقة كانت من مركز رعاية كبار السن بمنوبة. مع تواصل تسجيل حالات وفيات مرتفعة وإصابات بفيروس كورونا ومقيمين بالمستشفيات خاصة بأقسام الإنعاش هددت بتجاوز طاقة الاستيعاب، صنفت تونس كأعلى نسبة حالات إيجابية في العالم، ما دفع وزارة الصحة إلى محاولة توفير كل الإمكانيات للتكفل بالمرضى. كان ثم ضغط على الأكسجين، تمكننا بفضل التعاون التونسي الجزائري باش نوفروا كميات إضافية من المخزون الجزائري، بارك الله فيهم، مشكورين الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية. كذلك نرفع في عدد أسرة الإنعاش، رفعنا في 200 سرير أكسجين وبرسك 70 سرير إنعاش في شهر أبريل فقط، وقاعدين مازلنا نرفع. عندنا 128 جهاز تنفس يتم توزيعهم حاليا على المؤسسات المستشفائية، عندنا 2000 جهاز سيباب هذه لتمكين الخط الأول من التكفل بالمرضى وعطاهم كميات أكبر من الأكسجين. وأمام هذه الجائحة وتحسبا من مزيد ارتفاعها، أعطى وزير الصحة فوزي مهدي ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان زواني هويمل إشارة انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح كبار السن ضد فيروس كورونا، والانطلاقة كانت بمركز رعاية كبار السن بمنوبة. بيانسير أنا اخترت باش نلقح ونحافظ على صحتي فم ولا صحة غيري. الغاية من الحملة التسجيل ومنها التلقيح لكل المسنين والذي يبلغ عددهم قرابة 12.5%. كان عندنا 25 مركز ولينا حوالي قريب 50 مركز، قاعدين نفتحوا في المراكز بصفة مسترسلة، قاعدين نرفعوا في القدرات نتاعنا، فتحنا حتى باب التطوع لكل طبيب وشبه طبي، حتى إطارات أخرى، حتى أي إطار يجي يقدم المعونة. عندنا احنا مندوبيات جهوية للمرأة والأسرة، وفما الإدارات الجهوية للصحة باش يتعاونوا مع بعضهم، لكن باش يشاركوا معاهم مكونات المجتمع المدني، المنظمات اللي موجودة داخل الجمهورية، باش تكون فما بورت ا بورت، باش نمشيوا للفرق المتنقلة نتاعنا اللي عندنا 31 فرقة ناشطة اليوم باش تعاوننا في هذا. 8 مراكز وضعناهم في العديد من الولايات حتى تكون مراكز للتلقيح. ثم احنا الآن الاتحاد التونسي قاعد يوزع في طرود غذائية وفي قفة رمضان، والمواطن اللي يجي ياخذ قفة رمضان واللي نوصله له حتى للمكان نتاعه نشجعه باش يسجل، وإذا كان هذا العون نتاعنا نفسه يسجل له إيفاكس. يبقى الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الصحية الالتزام بالإجراءات الوقائية وتهوئة المكان والإقبال بكثافة على التلقيح. في الأثناء، وردا على ما أثير من جدل حول تلقيح مسؤولين كبار في الدولة ضد فيروس كورونا، أوضح وزير الصحة فوزي مهدي أن عملية تلقيح أعضاء الحكومة ليست بالأمر المستجد، بل تم الإعلان عنها في بداية حملة التلقيح قبل أكثر من شهر، كفئة مبرمجة للانتفاع بالتلقيح في مرحلة ثالثة بعد أعوان الصحة العمومية والمسنين، نافيا مسألة حذف حوالي 60,000 مواطن في حاجة للتلقيح من قائمة المسجلين بمنظومة التلقيح لتطعيم أعضاء الحكومة، مؤكدا عدم تواجد أي صلة بين الأمرين. وأضاف وزير الصحة أن حملة تلقيح أعضاء الحكومة التي انطلقت فور تطعيم رئيس الحكومة هشام مشيش يوم الجمعة الماضي ستشمل لاحقا أعضاء مجلس النواب والقيادات العليا والولاة والمعتمدين وغيرهم، مشيرا إلى أن نصا قانونيا حول عملية التلقيح لفائدة القطاعات الأساسية بصدد الإعداد صلب رئاسة الحكومة، وسيصدر في القريب لتوضيح الفئات المستهدفة وذات الأولوية في التلقيح. وأعلن رئيس لجنة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا هشام الوزير أن مستوى تقدم حملة التطعيم بطيء وينتظر التسريع فيه، كما حذر الوزير من أن المؤسسات الصحية
في وضع صعب جدا، لافتا إلى أن السلطات الطبية تسعى إلى إعادة تهيئة الأقسام بالمستشفيات وضم قسم من أسرة الإنعاش والأكسجين إلى أقسام كوفيد 19. في هذا الروبورتاج نتعرف على الوضع الصحي بكل من صفاقس، قفص الكاف والقسرين. في صفاقس تم نقل 33 مصابا بفيروس كورونا من المقيمين في قسم كوفيد أكسجين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر إلى المستشفى العسكري الميداني الليلة الماضية، وهو إجراء وقائي ولا يعود سبب اتخاذه لنفاد مادة الأكسجين كما تداولته مواقع الشبكات الاجتماعية وفق السلطات الصحية. أمس قمنا به زادة في إطار تخفيف الضغط على المستشفى الجامعي لتوفير الأسرة وتخفيف الضغط على الأكسجين، علما أنه احنا نتزود بالأكسجين بصفة دورية نهار بعد نهار. أمس في العشية دونك في الخزانات متاع الأكسجين وصلنا نسبة 20-30%، هذا يخلينا النجم نتكفلوا بالمرضى متاعنا، لكن معناتها تم التزود اليوم الصباح بالكميات اللازمة من الأكسجين. وفي قفصة تم تزويد المستشفى الجهوي بالمكان حسين بوزيغان بمادة الأكسجين بعد أن عرف مخزون هذه المادة نقصا وصف بالحادة مع تزايد عدد الإصابات والوفيات بالجهة. ارتفاع في عدد الإصابات يوميا في حدود 50% من نسبة إيجابية التحليل. عدد الإقامات بالمستشفى تشهد اكتظاظ مرتفع خاصة بكل مستشفى المتلوي ورديف وملعريس وقفصة وحسين بوزيغان. نسبة امتلاء أسرة الأشعة في الإنعاش في حدود 75%. وفي ولاية الكاف وبمعدل 100 تلقيح ضد فيروس كورونا يوميا، انطلق المركز الجديد للتطعيم بتجروين في العمل ليقدم خدماته لسكان معتمديات كل من تجروين وجريسة والقاعة الخصبة وقلعة سنان. منذ بدايتنا يوم الخميس الفارط كان الإقبال بالحق يعني إقبال قوي. الحمد لله لحد الآن ما عندنا حتى معناها سحقت معناها تدخل معناها طبي ولا حاجة، وعملية التلقيح تصير معناها سلاسة، المواطنين فرحانين. كما تعززت المنظومة الصحية بولاية القصرين بمركز للتلقيح ضد فيروس كورونا بدار الشباب بمعتمدية تصبيطلة. مش نورمالمون باش يلقحوا فيه كل من المعتمدية تصبيطلة، معتمدية صبيبة، معتمدية جدليان ومعتمدية العيون. المركز هذا باش يكون مفتوح 6 أيام على 7 من نهار الاثنين حتى لنهار السبت. ومن المنتظر أن يساهم هذان المركزان من تخفيف الضغط على مركزي مدينتي الكاف والقصرين. من جهتها دعت نقابة العامة للتعليم الأساسي إلى مقاطعة العودة إلى مقاعد الدراسة المقتصر على أقسام السنوات السادسة ابتدائي يوم 3 ماي، مستنكرة قرار الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا القاضي بإقرار تعليق الدروس في كافة المؤسسات التربوية من 3 ماي إلى 16 من نفس الشهر باستثناء الأقسام المعنية بامتحانات الوطنية. واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن الدفع في اتجاه مواصلة الدراسة بالنسبة لتلاميذ السادسة ابتدائي يعكس استهتار الوزارة بصحة التلاميذ والإطار التربوي، مشيرة إلى أن حصر التمدرس في المترشحين للمناظرة يكرس حالة من التمييز ضاربة في الصميم الحق في التعلم. وأكدت أن العودة إلى مقاعد الدراسة مقترنة بتوفر جملة من الإجراءات الصحية على غرار تلقيح المربين المدعوين لتأمين الدروس وتمكين التلاميذ من المعنيين بالعودة من حقيبة صحية تحتوي على كمامات متعددة الاستعمالات والمحلول المطهر، بالإضافة إلى التعقيم اليوم للمؤسسات التربوية بعد انتهاء الدروس. تم بقصر الحكومة بالقصبة توقيع اتفاقية إطارية بين رئيس الحكومة هشام مشيشي وعبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بهدف تطوير منظومة الإنتاج والتصرف في الأراضي الدولية وحل عدد من الإشكاليات التي تهم القطاع الفلاحي. مسار تشاركي نحو بناء اقتصاد قوي وغير متأثر بالتجاذبات السياسية والتغيرات الخارجية من بين الأهداف التي تسعى الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى تحقيقه عبر توقيع اتفاقية إطارية مشتركة يتم بمقتضاها تكوين فرق عمل مشتركة تعمل على تشخيص الصعوبات والإشكاليات التي يواجهها القطاع الفلاحي بكل تفرعاته وإيجاد الحلول لتجاوزها. توصلنا في إطار المسار التشاركي اللي أرسيناه إلى إمضاء الاتفاقية هذه واللي باش تمكننا نركزوا فرق عمل تخدم على الإصلاحات اللي باش تشمل القطاع الفلاحي
في مجموعة من الميادين كما المنظومات، كما الأراضي الفلاحية، كما سياسة الدعم، لكن الأهم من المواضيع هذه هو هالمنهجية اللي قاعدين نتبعوا فيها واللي قاعدين نشتركوا فيها. زلنا احنا ماشيين زاد إلى مواثيق الشراكة، وتحدثنا في هذا مع السيد وزير الفلاحة والأخوة المستشارين والسادة الوزراء المعنيين، وإن شاء الله باش نوصلوا إلى حلول اللي فعلا نبعدوا على القرارات اللي هي مجزأة واللي هي معناها فرعية واللي هي معناها عبارة على أنه نخنو معناها بأسلوب عامل يومي، ونتحولوا إلى أنه نخدموا على أسس صحيحة، على أسس استراتيجية، على أسس وخيارات مستقبلية. وأكد الطرفان ضرورة المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية في جميع القطاعات، والعمل على فك الارتباط بين الاقتصادي والسياسي، حتى يكون اقتصاد تونس صلبا وقويا لا يحول تأزم الوضع السياسي دون تطوره. مع اقتراب عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن، استعدادات حثيثة تقوم بها شركة الخطوط التونسية لتجهيز أسطولها وصيانة الطائرات بما سيمكن من تحسين الخدمات المسداة، إضافة إلى تأمين شروط السلامة والوقاية لكل الوافدين. 31.5 مليون دينار قيمة المبلغ الذي تم ضخه في شهر أفريل لفائدة الخطوط الفنية للناقلة الوطنية بهدف صيانة وتجهيز 8 طائرات من الأسطول، استعدادا لتأمين عودة التونسيين بالخارج، وفق ما أكده الرئيس المدير العام للخطوط التونسية. الموسم مربوط ارتباط كبير بعودة أجيال التونسية، لازم نرجع سمعتنا مع الفورنيسور متاعنا مزودين اللي معناتها صعوبات الماليه خليت الوضعيه ديزون ان بو كريتيك، لكن اليوم الحمد لله رسمناهم تقريبا الكل، طمناهم على اساس انه الخلاص قاعد يجيو بدينا نخلصوا فيهم، دونك بداوا توا بشويه بشويه يزودوا فينا بالقطاع. الهدف نتاعنا باش يكون عندنا 14 طياره جاهزه للاستغلال، ومش يكون عندنا طياره 15 هذه نسميوها احنا باك اب. وفي علاقة بدقة الوضع الوبائي ومدى توفير شروط الحماية والسلامة للوافدين على الوجهة التونسية، تسعى الشركة إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية بما فيها أولوية تلقيح العاملين بالمطارات. مش يزيد نسق التحضير للعودة نتاعهم على مستوى معناتها تنظيف ديزانفكسيون، على مستوى الوقاية. كذلك طلبنا من السيد رئيس الحكومة ومن السيد وزير الصحة أنه نعطيه الأولوية لكل الناشطين والعاملين على مستوى المطارات، وخاصة على مستوى الطائرات نبدأ بالتلقيح، لأنه إذا كان إحنا ما نبعثوش إشارات واضحة طمأنة للناس اللي في الخارج أنه بلادنا أخذت الاحتياطات، ينجم راهو يكون الموسم هذايا في امتداد ضعيف جدا. من جهة أخرى، كشف رئيس مدير عام الخطوط التونسية عن ملامح خطة إنقاذ الناقلة الوطنية، والتي تشمل أساسا الترفيع في رأس مال الشركة واعتماد استراتيجية تجارية جديدة. فيه لجنة مش يكونوا معنا إن شاء الله خبراء في المالية، خبراء حتى في القوانين، باش معناتها نلقاو الحلول في الترفيع في رأس المال. الجانب الثاني واللي هو لا يقل أهمية هو موضوع يعني فهمتي الاستراتيجية التجارية الجديدة. قررنا ما عاد نمشيو كان للخطوط المربحة، كل الخطوط اللي ما فيهاش جدوى سنتخلى عليه، سنركز على موضوع الشحن، ترشيد كل ما هو مصاريف. بدينا من 2020 وقاعدين نوصلوا في 2021، نقصنا عدد كبير جدا من الموظفين متاعنا في الخارج. العديد من العاملة في 2020 مش صرحوهم في 2021، مش يكملوا صرحوا في معناتها في السنوات الجاية. إنقاذ الموسم بتحسين الخدمات وتعزيز الأسطول أولوية الخطوط التونسية في الوقت الراهن، في انتظار الانطلاق في تفعيل البرنامج الإصلاحي الشامل بعد استكمال عمل اللجان المختصة. دوليا، أعلن البيت الأبيض أمس الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استقر على نهج جديد يعتمد على الدبلوماسية الواقعية للضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية، لكنه لن يسعى لعقد صفقة كبرى مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. هذا وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين أن المسؤولين الأمريكيين أنهوا مراجعة استغرقت شهورا بشأن سياسة واشنطن تجاه كوريا الشمالية.
في الرياضة، يلاقي الترجي الرياضي التونسي في منتصف شهر مايو المقبل شباب الوزداد الجزائري في الدور ربع نهائي لمسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، ويباري نادي صفاقسي نادي شبيبة القبيلة الجزائري في الدور ربع نهائي لكأس الاتحاد الإفريقي، حسب ما أسفرت عنه عملية سحب القرعة التي جرت بعد ظهر الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة. وفي صورة تأهل الترجي الرياضي للدور نصف النهائي لرابطة الأبطال، فسيواجه الفائز في المباراة التي ستجمع الأهلي المصري بسان داونز الجنوب إفريقي، أما النادي الصفاقسي فسيلاقي المنتصر في لقاء القطن الكاميروني وجرف السنغالي. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رغم أحداث مراكز جديدة، نسى قنبطي لعمليات التلقيح ونقص وسرة الإنعاش والأكسجين إشكاليات تزيد الوضع الوبائي تعقيدا. توقيع اتفاقية إطارية بين الحكومة واتحاد الفلاحين لإصلاح القطاع الفلاحي بعد تشخيص صعوباته وإيجاد حلول لتجاوزها. والخطوط التونسية تنطلق في عملية صيانة وتجهيز أسطولها من الطائرات استعدادا للموسم السياحي وتأمين عودة التونسيين بالخارج. كالعادة بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفازة التونسية. في أمان الله.